ده جدا، منور الدنيا يا كابتن حلمي. وربنا يخليك يا استاذ هاني، ازيك عامل اخبار ايه حضرتك اخبارك ايه؟ ايه؟ والله زي الفل الحمد لله، الحمد انت لله. اخبارك ايه؟ كل بتوحشنا لان سنه احنا ما وانت. بنسمعش صوتك كتير وما بنشوفكش كتير، فبنتبسط جدا لما بتكون موجود معانا. ربنا يخليك، اشكرك، ده من ذوق حضرتك بس لكن انا متواجد وموجود وتحت امرك في اي وقت. كل سنه وحضرتك طيب، ويا رب رمضان كريم علينا جميعا. يا رب يا رب علينا وعلى الأمة العربية كلها والإسلامية يا رب امين كلها كده امين. بخير وصحة. النهارده الزمالك خسر من امبي بعد الفوز على الترجي في الجوله الماضيه من دوري ابطال افريقيا، هارد لك. وايه اسباب الخساره من وجهه نظرك؟ والله أنا أعتقد إن الزمالك ما حضرش نفسه كويس للمباراة دي، الزمالك ممكن يكون بيفكر في مباراة بلوزداد أكتر. فشتت نفسه، نزل مباراة على ان المباراة ممكن تبقى مضمونة بالنسبة له الى حد ما، لكن كرة القدم علمتنا ان لازم تحترم المنافس، تحترم الكرة نفسها، هتكسب، لكن غير كده الكرة علمتنا حاجات كتير. واعتقد مش يعني مش انا ما بقولش كده، كله يعلم كده كويس جدا، ولكن ده اللي حصل، لان الزمالك لو قعد 10 ايام ما كانش هيجيب جول، لان الزمالك يعني انا اول مره اشوفه بالاداء دوت وبالشكل دوت، واعتقد الزمالك هو اللي خسر نفسه. ومش عايز اتكلم بقى على الخصوم كده، ان ده ماتش وخلاص وانتهى، نادي الزمالك عنده فرصه يعني قويه جدا، هي المباراه القادمه ان شاء الله ربنا يكرمه باذن الله، هينسي جمهور الزمالك الاداء الفتره اللي فاتت كلها، لان هيبقى عنده امل قوي جدا ان هو يكمل المشوار في افريقيا يعني ان شاء الله. طيب لو كان الزمالك النهارده في مباراه امبي بيفكر اكتر في مباراه شباب بلوزداد، وبالتالي ممكن يكون جرب فيريرا بعض الامور اللي هيستخدمها خارج الارض في لقاء حاسم يوم الجمعه اللي جاي، ايه اللي ترى ان ممكن يكون النهارده الزمالك اشتغل عليه علشان المباراه اللي جايه؟ والله انا مش شايف حاجه غير ان الونش النهارده بنقول له الحمد لله على السلامه يعني، الله ونورت يسلمك. الملعب ونورت الملاعب المصريه عموما، ومنتخب مصر يعني محتاج لك، ونادي الزمالك طبعا محتاج لك اكتر، هو هي دي الحسنه اعتقد الوحيده النهارده في مباراه الزمالك. اتمنى بقى ان شاء الله باذن الله تعالى ان هم يركزوا كويس قوي 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 في المباراه القادمه، ويحترموا الفرقه اللي هيلعبوها، ايوه ويبقى عندهم اصرار وعزيمه، ودي من اصل الكوره اصلا، صح. ويبقى عندهم يعني خلي المنافسه الثنائيه في اي كوره بينك وبين منافس، خليك انت الافضل والاحسن، فان شاء الله باذن الله لو كده انت ممكن تكسب بسهوله، لان انت عندك الفنيات اعلى والكواليتي بتاع الـ يعني اللياقه الذهنيه بتاعت اللعيب المصري بتبقى اعلى ايوه من يعني بصفه عامه يعني. فان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ان شاء الله. ايه التشكيلة اللي تحب ان الزمالك يبدأ بيها بالنظر لظروف المواجهة اللي جاية؟ انا اعتقد ان اللي يقدر يقول كده هو الجهاز الفني ايوه لنادي الزمالك، واعتقد اي 11 واحد بس يبقوا بالفعل نازلين، مش عايز بقى اقول لان كرة القدم دي كورة جمالية الواحد بيحب يستمتع بيها يعني، ايوه مش هقول بقى روح قتالية وقتال ويموت على الكورة ومباراة حياة وموت والكلام اللي هو اللي ملوش لازمة يعني دوت، لان دي كرة قدم في الاول والاخر يعني، ومباراة وتنتهي، لكن لازم تحترم المنافس، لازم ايوه تحترم انت نفسك الاول وناديك وجمهورك، وبعد كده ان شاء الله باذن الله يبقى عندك الاستعداد الذهني والاستعداد الفني والاستعداد القوي ان شاء الله باذن الله تعالى، سهل جدا ان شاء الله ترجع بثلاث نقط، وهيكونوا اغلى ثلاث نقط بالنسبه لنادي صح. الزمالك، لان غير الثلاث نقط انت هتدخل نفسك في متاهات كبيره قوي، وممكن تخرج نفسك بسهوله من البطوله. مظبوط. بيفتقد هذا الموسم لاعبو الزمالك لاحترام اسم ناديهم ولاسمهم؟ انا بص هقول لحضرتك على حاجه، لان في فرقه الزمالك كانت في فترات كانت عاليه جدا وكويسه جدا،
وعندهم السمات اللي انا بتكلم فيها ديت. عشان كده كانت يعني حتى السنه اللي فاتت الناس كلها توقعت ان الزمالك هيبعد خالص عن البطوله، ورغم كده هم كان عندهم التحضير ان هم يقاتلوا وان هم يعني يلعبوا كل مباراه بطوله، وعشان كده يعني خلفوا توقعات الناس كلها. أيوة. واخدوا الدوري المصري وكاس مصر. فاتمنى ان ان شاء الله باذن الله تعالى، لان دي كلها سمات شخصيه للعيب. أيوة. لازم تبقى من جواه الاول يعني، مظبوط واخد بال حضرتك؟ بس صح. ولازم زي ما هم اعتقد ان هم قعدوا مع بعض واتكلموا مع بعض كتير قبل مباراه الترجي، ونزلوا من اول دقيقه يعني الناس كلها قاعده يعني. ممكن المباراه تطلع 0-0 على فكره. أيوة. ماتش الترجي. أيوة. لكن عشان الروح اللي هم نزلوا بيها من الاحماء نفسه، الجمهور حاسس ان هم لا، النهارده ان شاء الله الزمالك هيكسب. نعم. عشان كده كسب بنتيجه غير متوقعه. أيوة. برضو ان يكسب 3-1، وكان ممكن يزود السكور كمان عن كده. لكن هنقول بقى اصل الجون الاولاني، اصل الجون الثاني، اصل بتاع، هي التوفيق وعدم التوفيق. انت طالما مخلص في ادائك. أيوة. وشغلك هتلاقي التوفيق حليف ليك، وهتلاقيك انت باذن الله تعالى ربنا مش هيكسفك. نعم. كابتن محمد حلمي نجم الكره المصريه السابق ونادي الزمالك، نورتنا وشرفتنا، بنشكرك على وجودك معانا اكيد.